هذا اليوم 8 فيفري 2021، بعد قراءة لي البيان أمام المحكمة وحضور الإعلامي شمس الدين إبراهيم، قررنا مقاطعة المحاكمة. المقاطعة كانت لنظرا لخروقات يعني خطيرة في الإجراءات في القانون، نقصد ذلك منذ ابتداء الخصومة، يعني منذ التحقيق إلى وصول إلى قرار الإحالة إلى محكمة اليوم التي امتازت بعدم تسريح إبراهيم الإعلامي المحبوس تعسفا رغم أنه في إضراب على الطعام، يعني ما شافوش الباباه لمخلوهش يدخل حتى وين تدخلنا باش يشوفوا، يعني ما شافوش ما راعوش اليماه اللي راهي مريضه وطرحت السرير، ما قدروش الناس برج بوعريريج وحراك برج بوعريريج باش يطلبوا السلاح ويحترموا على الاقل ادنى الاجراءات. الشخص قلت وأيد أنه في حبس تعسفي وفي إضراب على الطعام، ورغم ذلك تسير محاكمته. المحامون لم يحضروا هذه المحاكمة لأنها قضية مبدأ، قضية قانون، قضية إجراءات، وكلها تدور حول قضية احترام. الذي لم يحترمنا نحن لا نحترمه. والمحامي ليس قرر ان لا يكون عضو في مسرحيه باهته وفي مسرحيه يعني دموفيغو سيجي تياتر دموفيغو سيمبيس تياتر سيدي بارودي جوستيس. حنايا ما نشاركوش في بارودي جوستيس، نو سوم لي غارديان دو لا لوا اي لي دوتر دوفوار دو دينونسي à chaque fois qu'il y ait dépassement, à chaque fois qu'il y ait violation de la loi. C'est là où se résume, où se définit notre rôle. Nous défendons la loi parce que nous avons prêté serment de le défendre. Et nous empêchons quiconque de violer la loi par n'importe quel moyen possible, bien sûr, pacifique et juridique. Al-Qanun appelle le Muhaqqa, le Haqqa al-Insihab. قطعنا ولم ننسحب باسكو الانسحاب يعني تخليه، حنا ما نخلوش الاعلامي ما نخلوش وما نخلو حتى سجين، ما نخلو حتى محبوس، ما نخلو حتى متابع، رانا معاهم وهذا هو الحلف تاعنا وهذا هو العهد تاعنا وهذا هو الواجب تاعنا. وشكرا.